دانت المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس صباح الاثنين رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت بتهمتي الغش والاحتيال وإساءة الائتمان في الملف المعروف باسم تالانسكي. الإدانة تمت في محكمة معادة بعد أن كانت نفس المحكمة برأت ساحة أولمرت في الملف ذاته لعدم كفاية الأدلة، لكن بعد قرار المحكمة العليا إعادة النظر فيها عملت النيابة على تقديم أدلة جديدة تثبت استخدام أولمرت للأموال نقدا داخل مغلفات تلقاها من رجل الأعمال الأمريكي موريس تالانسكي لأغراضه الشخصية وليس لأغراض سياسية، وذلك بعد أن قدمت مديرة مكتب أولمرت شولا زاكن تسجيلات صوتية تدين رئيس الوزراء. وقررت المحكمة النطق بالحكم بعد الاستماع إلى طعون النيابة والدفاع في 7 أيار المقبل، فيما قرر أولمرت الاستئناف على قرار الإدانة اليوم لدى المحكمة العليا. وكانت المحكمة المركزية في تل أبيب حكمت بالسجن 6 سنوات على أولمرت في قضية الفساد المعروفة باسم هوليلاند.